اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. الفيديو اللي فات انا اتكلمت فيه على خطورة الفكرة الجديدة اللي بتطلع، اللي هي قدم استقالتك وروح لف العالم وما تخافش، هتلاقي شغل في كل دول العالم اللي انت بتلفها. وقلت ليه الكلام ده غلط ومش صح، وقلت المخاطر وراء الكلام ده. ولكن في نفس الوقت في الفيديو قلت لك انا حاجي هقولك في فيديوهات جديدة اقتراحات ازاي انت ممكن تشتغل وتسافر في نفس الوقت من غير ما ده يأثر على الكارير بتاعك ولا يأثر على الانكم بتاعك. النهاردة في الفيديو ده انا هحكي تجربة واحد انا شفتها بعيني، اتكلمت معاه وعرفت ازاي ان هو بيعمل الحاجتين مع بعض. كنت في تايلاند من 3 سنين ونص، كنت في بوكيت اللي هي مدينة سياحية في جنوب تايلاند. كنت جاي من نيوزيلندا حوالي 10 ساعات طيران، فطبعا كانت رحلة مجهدة جدا. رحت الفندق، فندق حوالي 4 نجوم، مش وحش، مكان كويس في وسط بوكيت. طلعت خدت الشاور بتاعي وغيرت هدومي وقلت هنزل اعمل جولة واتفرج على البلد. طبعا اكتشفت ان مفيش واي فاي ولا وايرلس جوه الفندق، فنزلت عشان اشوف الكلام ده مع الريسبشن. وانا في الريسبشن لقيت في واحد امريكي بيتخانق ومعلي صوته ومزعق، يعني كان هو في اواخر الثلاثينات مثلا حوالي او اول الاربعينات حاجه زي كده. المهم فمتخانق وبيزعق وبيقول ازاي ما فيش واي فاي، انا شغل كده بيتاثر، انا مش عارف اشتغل، انا مش عارف ايه. فانا ببص له بتشتغل ايه يا عم، احنا في تايلاند يا عم، احنا في فسح والساعه 3 العصر والدنيا حلوه والجو شمس وبحر وفي بتاع، وايه يا عم في ايه. فقعدت اتفرج عليه كده لغايه اما خلص كلام معاهم وهم حلوا لي المشكله، ما اعرفش عملوا ايه بس عملوا ريستارت وات ايفر، فالانترنت فعلا رجع. انا من الناس اللي بحب قوي اتعرف على كل اللي حواليا، فتعرفت عليه، ازيك وانت منين وانا منين وانت بتعمل ايه وكذا. طلعنا بنشتغل نفس المجال، هو اي تي وانا اي تي، انا شغال في الاي ار بي سيستمز، هو مش عارف شغال في حاجه كده مش فاكر دلوقتي الصراحه. المهم فبقول له شغل ايه، انت مش بتتفسح هنا ومش عارف ايه. لا 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 انا مش كده خالص، انا بشتغل مع شركه امريكيه في اعتقد كان في نيويورك او واشنطن دي سي، مش فاكر بالظبط فين، وهو بيشتغل اونلاين، كل شغله اونلاين، بس هو موظف في الشركه دي. كل اللي هو محتاجه انه يكون معاه لابتوب ومعاه انترنت وبيشتغل الاوقات بتاعتهم، وقت الشغل بتاعهم بس، غير كده هو بيتفسح. كان بيعمل ايه؟ 3 شهور عشان طبعا باسبور الامريكي بيسمح له يدخل الدول اللي هقولها دي من غير فيز ويقعد مده معينه. 3 شهور في تايلاند، 3 شهور في اندونيسيا، 3 شهور في كامبوديا، مش عارف 3 شهور في بلد تانية انا مش فاكر، يمكن ماليزيا، وبيقعد يكرر اللفه دي وبس. مأجر في اوضه في فندق وقاعد بيشتغل. كل اللي بيعمله ان هو في توقيتهم، هو الساعه 8 او 9 الصبح عندهم او الكلام ده، بيبتدي يشتغل لغايه ما يخلص شغله الساعه 4 ولا 5 ولا 6 ولا ايا كان بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحده، يقفل اللابتوب وينزل يستمتع بقى بالبلد وبالبحر وبالشمس وكل المناظر الطبيعيه الحلوه هناك. ده واحد محقق اللي احنا عاوزين نعمله بالظبط، اللي هو فكره ايه؟ فكره انا بشتغل بس في نفس الوقت بسافر. عشان كده في دول كتيره ابتدت تعمل حاجه اسمها نوماد فيزاز، ان هو انت لو بتشتغل اونلاين شغلك مش محتاج انك تكون موجود على مكتب او متواجد جوه دوله معينه، تعال عندي هديك فيزا تقعد بيها سنه سنتين، او تلف زي ما انت عاوز، معاك اللابتوب عندك الانترنت، بتخلص شغلك بتقفل لابتوبك وخلاص، وبتشتغل مع بلدك، مش بتشتغل الليجال او غير قانوني في الدوله اللي انت مقيم فيها، لا انت جاي سياحه بس انت بتدفع التاكس وبتشتغل في البلد اللي انت عندك اقامه فيها او البلد اللي عندك جنسيه فيها. لو هطبق الكلام ده على نفسي، انا مواطن نيوزيلندي فممكن اشتغل مع شركه نيوزيلنديه او شركه استراليه لان انا من حق اشتغل في استراليا وبس، وممكن بقى الف اروح تايلاند واندونيسيا وماليزيا وكمبوديا وفيتنام وامريكا الجنوبيه وكندا وامريكا واللي انا عاوزه كله. دي عن واقع تجربه شخصيه شفتها مع واحد هو قعد 3 سنين او 4 سنين بيعمل الكلام ده. هو بيقوم بالوقت 9 الصبح او 8 الصبح بتوقيت وات ايفر الدوله اللي هو منها، اللي هي كانت امريكا بالنسبه للراجل ده، بيشتغل شغلهم بيخلص وعمال بيلف ما بين تايلاند وما بين ماليزيا زي ما قلت في الاول. دي فكره، اعمل كده اهو، دور على لو انت شغال في مجال ينفع انك انت تشتغل اونلاين زي مثلا الاي تي، وده اقرب حاجه واسهل حاجه، اشتغل مع شركه مصريه بس اشتغل اونلاين، او اشتغل مع شركه محترمه
تديك إقامة في الدولة اللي هي مثلا بتشتغل فيها، ولكن برضو بتتاح لك إنك تشتغل أونلاين وإنك تلف وإنك تسافر من غير ما تكون متواجد في مكتب. وبالذات دلوقتي كمان بعد فكرة الكورونا واللي حصل في الكورونا، الحكاية دي بقت طبيعية جدا إنك أنت بتعمل كل الميتينجز بالزوم أو بالتيمز أو whatever، كل الميتينج كلها فيرتشوال أونلاين، الشغل كله عن طريق اللابتوب أونلاين، كلنا كنا قاعدين في بيوتنا وبنشتغل من بيوتنا، ولغاية هذه اللحظة اللي بكلمك فيها في سنغافورة إحنا بنشتغل من بيوتنا مش بنشتغل في المكاتب. دي فكرة ولا لأ؟ يبقى ما تقدمش استقالتك وتاخد الباك باك وتسافر وتخلص كل الفلوس اللي أنت محوشها أو تستلف من الناس وفي الآخر مش هتلاقي شغل جوه الدول دي، لأن الدول دي أصلاً اللي أنت عاوز تسافرها ليها عندها مواطنينها وبتفضل مواطنينها، وصعب انك انت تعمل اقامة وما ينفعش تشتغل الليجل لان ده هيعرضك للمسؤولية القانونية. لو انت متخرج جديد اتجه لمجال ينفع انك انت تشتغل اونلاين، طور نفسك، اشتغل في شركة واتفق معهم مع الشركة دي ان سعادتك ان اهم حاجة تكون متواجد او your presence من الساعة كذا للساعة كذا انت اونلاين بتشتغل معهم، بتعمل لهم شغلهم، بتقدم لهم الخدمة اللي هم عاوزينها، وفي نفس الوقت اخد الباك باك بتاعتك يا سيدي وروح لف وتفسح وشوف الدنيا، بس في نفس الوقت عندك وظيفتك الثابتة او عندك البيزنس اللي بيدخلك فلوس، فانت كده قاعد مرتاح. فكرة انا كان عندي 20 سنة ولا 21 سنة وقدمت ولا ما اشتغلتش خالص ورحت اشتغلت كذا، ده لما تكبر وتبقى في الثلاثينات وبعد كده الاربعينات وبعد كده اكتر واكتر واكتر هتندم انك انت عملت الكلام ده. اللي بيتكلموا لسه هم صغيرين، لسه ما دخلوش في معترك الثلاثينات والاربعينات وما بعدها، ولسه ما يعرفوش ان الكارير بيتكون ولازم يطلع ويكبر عشان فلوسك تكتر، عشان تقدر انك انت تكمبيت في اللايف اللي احنا عايشينها دي، وتقدر انك انت تحسن مستواك وتعيش في مستوى كويس، وفي ثلاثيناتك واربعيناتك وخمسيناتك وما بعد هذا تكون قاعد مرتاح. تمام؟ فلو سمحت نصيحة شخصية وبناء عن تجارب ما تسمعش كلامهم، انا قلت لك حل من الحلول اهو، حل تاني حقوله لك في فيديو تاني بينطبق عليا شخصيا انا بعمله. تمام؟ يعني انا بعمل حل ميكس ما بين الامريكي ده عمله وحل تاني كمان بالنسبة لي حل كويس جدا بعمل لهم ميكس، وعن طريقه بسافر ماليزيا واستراليا وكمبوديا وفيتنام وهونج كونج وكل حاجة، وفي نفس الوقت الحمد لله ليا الكارير بتاعي الكويس. شكرا لكم جدا واشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم.